فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الواجب على المسلم حيال المنكرات الظاهرة التي ما الواجب على المسلم حيال المنكرات الظاهرة التي تقع في بعض الوزارات والإدارات الحكومية؟ يا أخي، الرسول حسم هذا عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كان يستطيع السلطة، ومن لم يستطع فبلسانه، بالموعظة والنصيحة والتذكير، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.